أيضا لدينا مسألة مهمة جدا. نعم، وهي مسألة التبرك، طلب البركة. التبرك ينقسم إلى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي ملموس محسوس. نعم، محسوس ملموس بالحواس الخمس، يعني تراه أو تسمع أو تذوق أو تلمس. نعم، أو تشم، هذه الحواس خمس. نعم، الآن قلنا أن التبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. التبرك بأمر مشروع كالتبرك بأمر شرعي، مثلا الآن يحرص هذا الأخ أن يصلي في المساجد، لماذا؟ قال لأن الصلاة في المسجد، صلاة الفريضة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت 25 أو 27 درجة. نعم، نعم، كذلك يتبرك مثلا بقراءة القرآن، بالتدبر القرآن، بالعمل بالقرآن، بالتداوي بالقرآن. نعم، يتبرك مثلا بالصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام، نعم، أو مثلا هذا الذي ذكرنا تبرك بأمر مشروع ثبت عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة. نعم، نعم، التبرك مثلا بأمر محسوس كما نرى الآن من أن الله سبحانه وتعالى وضع في علم الأئمة الأربعة بركة ونفع، انتفعت الأمة بعلم الأئمة الأربعة. نعم، نعم، تبرك مثلا نعرف رأينا أن الله سبحانه وتعالى وضع البركة في مثلا علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، نعم، إذا لم يثبت شيء لا شرعا ولا حسا يكون هذا التبرك تبرك ممنوع. نعم، كان يتبرك مثلا بالأشخاص، يعني بعض الناس يتمسح ببعض الأشخاص. يتمسح بالأحجار، يتبرك ببعض الألبسة مثلا، يتبرك بتربة القبور. هذا هو من الشرك الأصغر، قد يوصل إلى الأكبر. البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن مرة أخرى، التبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. التبرك
التبرك المشروع يكون بأمر شرعي كالصلاة صلاة الفريضة في المساجد. نعم. أو تبرك محسوس كعلم الأئمة الأربعة مثلا. التبرك الممنوع شرك أصغر. التمسح بتربة القبور بالصالحين. الاعتقاد في بعض الألبسة البركة وفي بعض الأشجار والأحجار. نعم.